ربيع. وحيد ده صايع هو ابوه، كل شويه قلبوا دماغنا امريكا امريكا امريكا، ولا في امريكا ولا شاف ابو خالد وبومبا في الاخر. انا اليوم كنت حافظ انك تسافري معاه. لا بقى لا بقى، ده اكيد الواد حناطه ابن مرعي بتاع الكلمه هو اللي مالي دماغك يابا. انا اديته مهله لحد ما يسافر وهي السفريه باظت اهي. بس المهله لسه ما خلصتش يابا. يا خسرت البط والوز اللي تطحوه. هم الامريكان كده سعديا عارفهم كويس، يقولوا كلام كبير قوي وما يعملوش منه اي حاجه. ولما انت عارف كده خليت نعمل ده كله ليه؟ عشمت ابنك بالسفر ليه؟ انا ولعلك في فيره اهلك زيك. انا عشمت الولد بالسفر، مش هو اللي كان حيدت نفسه يسافر؟ يلا نهايته هو فين؟ حبس نفسه يا حبة عيني في اوضته من صباحية ربنا وما حطش بقه ريحة الزاب. ما كانش من الصبح، يعتبر اضراب عن الطعام. طب حضري له لقمة وانا هخش اكله، هو يحب ياكل من ايد دادي. لقمة؟ لقمة ايه؟ مفيش اكل. مفيش اكل؟ ليه يا وليه انت مش دافعة ذكر بط الصبح؟ حطيتهوله يا اخويا واكلتهوله بالعافية. وحيد اكل ذكر بط بالعافية وزعلان ها؟ ما لو كان فرحان كان عمل كان كلنا انا وانت. ده جيل ايه الاسود ده اللي كله عايز يهج ويسافر؟ اصفرك فين يا وحيد؟ كره قدامي مش لاقي منطقه اصفرك فيها. اليابان براكين وزلازل. كوريا نووي. اسكتلندا، ايه يا اسكتلندا؟ لا اسكتلندا ايه؟ دول الرجاله بيلبسوا جيبات هناك، الواد يروح ببنطلون يرجع لي في جيبه. في ايه؟ هو انا الوحيد اللي في القهوه دي؟ انا اللي بعمل كل حاجه؟ ايه حاجه؟ ما بتردش على التليفون ليه؟ ولا بالكوره في وش امك، انا مش طايق نفسي اقعد ساكت خالص. خرط خرط ايه؟ خش جوه. لا خرط. الو مين؟ مين؟